قال: ومن دقة حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم أن مجموعة من الماكرين قالوا: نريد أن ندخل في القرآن ما ليس منه، قالوا: لكن نريد أن ندخل فيه كلمة محبوبة عند المسلمين ومعظمة عند المسلمين، فماذا صنعوا؟ جاءوا إلى قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، فزادوا صلى الله عليه وسلم، زادوا بعد قوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وطبعوا نسخة وكمية وفيها هذه الزيادة، فنزلت هذه النسخة وهذه الطبعة بين المسلمين ورآها علماء المسلمين، فلما رأوها حكموا بإعدام وإتلاف هذه الطبعة. قالوا: لماذا تعدم؟ قالوا: إن فيها زيادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: إنها كلمة محبوبة عندكم، فلما تزال ولما لا تقبلونها؟ قالوا: هذا القرآن كلام الله، لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، هذا كلام الله توفيقي وتوقيفي، لا يزاد فيه. وهكذا أمروا بإتلاف هذه الطبعة، فهذا من جملة دقيق